بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نجدد بحضراتكم التحية والترحيب مع هذه التحديات والمنافسات والانطلاقات ضمن تحديات كأس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية لعام 2024. انطلق وعلى بركة الله شوطنا الثامن في تعداد أشواطنا في هذا الصباح للإجداع القعدان من مسافة 5 كيلومترات. انطلقت معه الأسماء، اندفعت معه الشعارات التي تبحث عن الفوز وتبحث عن الانتصار. تقدم بالبداية مع المركز الأول والصدارة لأتابع الحذر بشعار لافي بن حبيب بن فرج الحسين الشمري، يقدم لنا الحذر على المركز الأول. ولكن في هذه اللحظات غير وانطلق مع الصدارة الأولى والمركز الأول السعر بشعار ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي، يقدم لنا السعر القادم من دولة قطر الشقيقة، القادم من ميدان الشحانية للمشاركة هنا في كأس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية. مرحبا بجميع الأشقاء هنا في المملكة العربية السعودية وتحديدا هنا في منطقة تبوك. المركز الثاني الآن الحاضر، من هي مع المركز الثاني؟ متابعين الكرام سعود بن محمد الضيوف العطوي يقدم لنا شعاره وانطلاقته على المركز الثاني، بينما المركز الثالث حضور في هذه الأثناء وهذه اللحظات من زيزوم بشعار محمد بن ناصر بن سعيد آل مشيط المري، يقدم لنا حضور شعاره وانطلاقاته. المركز الرابع في هذه الأثناء يتقدم سياب بشعار صالح بن محمد بن سعد المري مع المركز الرابع، يقدم لنا انطلاقة واندفاعة سياف. المركز الخامس تشاهدون الآن انطلاقة الواصل بشعار سعيد بن مطير العطوي على المركز الخامس. والمركز السادس حضور وتواصل مع الكايد بشعار حمد بن نهيان بن سالم العامري، يقدم لنا انطلاقة سياف وحضوره، كذلك الوصول والانطلاق من الأسماء المتواجدة والمعلنة عن التحدي في هذه المنافسة في هذا الشوط. وصل في هذه اللحظات وتقدم نيشان بشعار عبد الله بن محمد بن حزام آل نديل المري القادم في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، وكذلك صغام بشعار بدر بن ناصر بن سالم الشمري قادما ومنطلقا في هذه المنافسة. وحضر في هذه الأثناء الحاكم بشعار ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي، يقدم لنا شعاره وانطلاقات شعاره، وكذلك ماثور بشعار سالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري. هكذا متابعين الكرام هي الأسماء المنطلقة والمتواجدة في دائرة التحدي والمنافسة المعلنة عن حضورها في هذا الشوط من أجل انتزاع النوماس والانتصار، العودة بعد ذلك إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول ومن يسيطر هناك على المركز الأول وعلى التحدي الأول. السعر بشعار ناصر بن راشد بن ناصر آل جبر النعيمي أبناء ميدان الشحانية ينطلقون على المركز الأول، أبناء دولة قطر يتقدمون على الصدارة الأولى، يبحثون عن نقطة ثمينة وغالية وإرسال السلام إلى الأشقاء هناك في دولة قطر الشقيقة. ينطلق الجبر على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني الواصل والمنطلق في هذه اللحظات ماثور منطلقا على المركز الثاني ومتقدما على المركز الثاني. ينطلق سالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذه المنافسة والتحدي، هذه الإثارة في هذا الشوط ومنافسات الإجداع. المركز الثالث المتسلل أيضا والمنطلق المتقدم في هذه اللحظات
ظبيان انطلق بشعار سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الأحبابي، يقدم لنا ظبيان وكذلك الوصول الانطلاق من شعار بن مشيط المتقدم بن مشيط مع زيزوم محمد بن ناصر بن سعيد آل مشيط المري. أيضا الأسماء التي بدأت بالحضور الآن، بدأت بالتقدم الآن، بدأت بالانطلاق. نواف بشعار جابر بن محمد بن جابر بن حرب المري، يقدم لنا نواف وتحديات نواف، وكذلك الوصول الآن والتواصل مع مبلش بشعار عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول حيث التحدي والمنافسة، الصدارة والمركز المركز الأول هناك مع ماثور سالم بن عبد الهادي بن صالح بالأملاح. المري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا ماثور على المركز الأول، ولكن الوصول الآن من غير الأمور وانطلق مع الصدارة الأولى، انطلق مع المركز الأول، مع التحدي الأول، مع الصدارة الأولى نواف جابر بن محمد بن جابر بن حرب المري، يقدم لنا شعاره هنا متابعين الكرام مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الفاصل والمحدد عن البطل، الفاصل والمحدد عن المتوج المنتصر في هذا الشوط. نواف مع المقدمة، نواف مع الصدارة، شعارك يا بن قرينيس، يتقدم على المركز الأول، يسير على الصدارة الأولى، على التحدي الأول. انطلاقة نواف وسلالة نواف العريقة، سلالة نواف الشهيرة، جابر بن محمد بن جابر المري، ولكن يا مالك نواف الأسماء قادمة، الشعارات قادمة. المركز الثاني ماثور، ماثور، ماثور نواف، ماثور نواف ومعركة آخر الأمتار، ولكن غير ماثور وانطلق مع الصدارة، انطلق مع المركز الأول، مع التحدي الأول، مع الفوز، مع الانتصار. سالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا ماثور وعروض ماثور المميزة والكبيرة، عروض ماثور الأخيرة قبل وصوله إلى خط النهاية ليعلن هذا الفوز، ليعلن هذا الحضور. ماثور هو البطل، ماثور هو المتوج والمنتصر. تهانينا وألف مبروك لسالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري المركز الثاني. وصل نواف بشعار جابر بن محمد بن جابر المري المركز الثالث. نتابع وإياكم متابعينا الكرام من وصل مع المركز الثالث، شعار مبلش بشعار عبد الله بن علي بن محمد بن قبعان المري، والمركز الرابع وصل مع المركز الرابع متابعينا الأعزاء سياف بشعار سلمان بن نايل العطوي، والمركز الخامس وصل متابعينا الكرام الواصل بشعار سعيد بن مطير العطوي. إذا متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، في كل مكان كانت هذه التحديات والمنافسات مع ماثور بشعار سالم بن عبد الهادي بن صالح الأملح المري، من تفوق وتميز في هذا الشوط مع هذا الأداء الرائع والجميل. ماثور متابعين الكرام توقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 8:09:54 المركز الثاني كان متابعين الكرام الحضور مع ثاني المراكز مع سياف بشعار سلمان بن نايل الأعنزي، توقيته الزمني 8:12:40 بينما المركز الثالث حل مبلش بشعار عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري، وتوقيته الزمني 8:12:43 المركز الرابع وصل رعاد بشعار هادي بن مسفر بن هادي آل عامر، والمركز الخامس كان الواصل بشعار سعيد بن مطير بن سعيد أبو ركبة العطوي. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.